هلا صار بقدر اقول لك استاذي احمد مراد. العفو صبحي، انت شاطر جدا. وللي ما بيعرفوا انه انا الفتره الماضيه كنت مشغول بالمشاركه بورشه العمل اللي عملها احمد مراد بدبي لكتابه السيناريو. سؤال دايما بيتبادر لذهننا او بنسمعه نحن حتى من المنتجين من الوسط الفني، ما في كتاب، ما في سيناريو جيد، هل هالشي صح؟ بص، دايما في نقص في الخيال. هي الأزمة كلها في ان الخيال هو اللي ناقص، مش مسألة الكتابة. في ناس عندهم حرفة كتابة بس ما عندهمش الجرأة ان هم يروحوا للخيال لأقصى درجة. في عالم احنا النهاردة عايشين فيه مليان بالأحداث المثيرة لوحدها، انت لو رحت سمعت القضايا اللي بتحصل والحوادث هتلاقي مثيرة اكتر من الافلام اللي موجودة. فانت مطالب النهاردة بجرأة ازيد بكتير من الكاتب اللي كان بيكتب من 100 سنة. الحاجة التانية ان مفيش اتقان للورق كتير. في ناس كتير بتعتقد ان السينما والكتابة السينمائية هي مش مبنية على دراسة، هي ممكن تكون موهبة فقط، وهي في الاخر مليئة بالموازين. اعتقد انت جربت معايا وحضرت معايا. انا هذا اللي اكتشفته الكورس. الحقيقة طبعا يعني في كمية موازين. كنت متخيل هيك قبل انه لا، هي موهبة، هواية توظف صح بتعمل نتيجة صح، طلعت لا. ويبدو أنه هذا هو السبب اللي خلى أحمد مراد يسمي هالورشة كورس الصفحة الأولى، خاصة وأنه أغلب الموجودين بالورشة هن الكتاب جداد. عم بتشوف بيناتهم مواهب واعده؟ في ناس كتيره جدا موهوبه، النسبه طبعا طبيعيه على مستوى العالم. انا النهارده لو بدرس ل 20 شخص دايما في 2 عندهم الوهج ولازم يكملوه برضو باتقان وشغل. ما انت ممكن ما عندك وهج كويس قوي في الشغل بتاعك ولكن انت ما عندكش مثابره انك تكمل، مش قادر تكمل، او انت كسلان مش عايز تكمل. واحد تاني ممكن يكون اقل منك موهبه بس عنده مثابره قويه جدا فيقدر يصل، مش للي هتوصل له. فهي اللعبه اعتقد ان هي النسبه دايما دايما في الابداع لازم تكون نسبه 20 لـ1 و2 عشان ده الطبيعي يعني. هو كان بيتنبه جدا من الكلام. هل كل الروايات قابله انها تتحول لسينما؟ نظريا الا اذا كان موضوعها يحمل شيء لم يعد مهم بالنسبه للناس في الحياه في قراءته يعني. لكن دايما في حاجه اسمها المعالجه السينمائيه، هو ما ادرسه دايما هو فكره ان انت عمر ما حد بينقل النص بطريقه تلخيصيه فقط للعمل عشان يتصور. هو في الاخر لازم يتم الادابتيشن، زي ما بتلاقي كتله صخر حلوه جدا جدا حاجه عقيق كده وتقوم مكسرها وعاملها ومظبطها عشان تحولها الى جوهره سليمه يعني. او يمكن تفكير احمد بهالطريقه خلى اليوم واحد من اهم الكتاب اللي قدموا نقلات نوعيه بالكتابه وحتى بالادوار اللي طلوا فيها النجوم مثل تراب الماس لاسر ياسين والفيل الازرق بالجزء الاول والثاني وروايه 1919 اللي حول اسمها لكيرا والجن. وانا سالته عن سبب هالتغيير. احنا عندنا تغيير قوي جدا في 1919 في الرواية. انا كمان مش مضطر ان انا احاول اقنع الناس ان هذه هي رواية 1919، خلاص هو الرواية خدت وقتها وتعرفت جدا وسط الناس، فالتغيير مطلوب في اللحظة دي. اوكي، يعني انا لفت نظري انه في اسماء شبابية واللي يمكن بالرواية ما كان في كتير شباب، في اضافات كتيرة جوه. مثل شو؟ معلش يعني احكي لي اللي قاري الرواية شو حيشوف شيء شوي مختلف. يعني هقدر اقول لك ان اللي قرى الرواية حيجد ان في تقريبا 7 شخصيات جديدة ما ظهرتش خالص، مش موجودة خالص في الرواية، عكس اللي كان متوقع انه دايما الرواية هتكون اكتر واحنا بنقلل في الفيلم وانها كانت تصبح تبقى مسلسل وهكذا. ولكن احنا في الاخر عملنا تكثيف قوي جدا واضفنا شخصيات وازلنا شخصيتين مهمين جدا بعيد وحطينا 7 شخصيات جداد خالص تماما. اعتقد المفاجأة هتكون لطيفة بالنسبة للمقراش كمان. واللي زاد حماس الكل لهالفيلم هي تركيبة الابطال اللي اختارهم ما بين هند صبري، سيد رجب، احمد مالك، واكيد البطلين الاساسيين احمد عز وكريم عبد العزيز. ليه كريم واحمد عز مع بعض؟ يعني كيف كان اجت هالتركيبه؟ بذمتك مش دي حاجه حلوه؟ اكيد حلوه يعني. انا اتمنى جدا كنت اشوف التركيبه دي في احد الافلام، وانا مبسوط قوي انه ده يجمعهم النص بتاعي. فطبعا هم نجمين من اعظم النجوم دلوقتي حصلوا في تاريخ السينما يعني في الفتره اللي احنا فيها، طبعا مع احترام القدام كلهم طبعا، بس انا اقصد ان هم دلوقتي بيعتلوا السلم الايرادات والحب والتذاكر والخبره الشديده اللي بتجمع ما بين كريم طبعا وتاريخه، ما بين عز وما فعله في السنين اللي فاتت من تطور حلو جدا. فطبعا لما نحط الاثنين دول بيبقى في معادله واحده لازم المشاهد يفهمها كويس قوي. طب
دكتور يحيى رشد، خلصتوا التصوير؟ حاليا في نهاية التصوير. الفيلم ده طبعا خد اكبر من حجمه في ايام التصوير بتاعته، لانه بيتصور في كذا دولة، وفي نفس الوقت في كرو جاي من بره مصر كتير، فطبعا بياخد وقت اكبر من العادي. واحنا توقفنا بسبب الكوفيد تقريبا 9 شهور، وتوقفنا بسبب انشغال الابطال بتوعنا في مسلسلات رمضان اللي فاتت، فطبعا ده عمل لنا تقريبا ديلي سنة، وفي دي سنة تحضير وبعض التصوير. فطبعا احنا بدأنا تاني من فترة، واعتقد ان احنا قدامنا ان شاء الله، يعني ان شاء الله السنة دي هننهي التصوير في يمكن شهر 11. اتخيل شوية تقعد بتتفرج على المشاهد مع مروان؟ انا بحضر التصوير في بعض بروح التصوير في بعض الاحيان. اولا بروح عشان انبسط، لان في الاخر في حاجات ما بتتكررش تاني. انت هتشوف الفيلم دايما بس مش هتشوف كواليسه. صح. والحضور مع مروان دايما ليه طعم تاني، لانه في الاخر انا بحب اتفرج عليه وبيشتغل، وبحب اكون في ظهره لو احتاج ان هو يلابوريت في اي جمله عايزه تتغير، او حاسس ان في شيء ممكن اعمله افضل، او ياخد رايي في حاجه، فاكيد هكون موجود دايما في المنطقة دي. ومين بيعرف، يمكن العمل الجاي أحمد ما يكون فيه بس الكاتب وإنما ممثل أيضا، هالشي اللي توقعه الكتار من بعد ظهوره مع روبي بأغنية وحدة جديدة. يعني هيك في بذور حتى بيقدر يمثل او اغني. ما بفكر اغني. لا غني لا، بس عندك لا والله الموضوع كان زنقه مش اكتر، ما تاخدش بس فكره غلط. واحنا كنا مصور كليب، وكان المفروض يبقى فيه دور شرف لحد، يعني هي كان هيبقى معنا، بس للاسف حصل تصوير وكده، فما كانش في حد في اللوكيشن يطلع الناس عارفاه، يعني غير الكاتب الغلبان اللي قاعد على جنب ده. فطلعت عملت الموضوع. لا خالص الموضوع ما كانش ابدا ولا في بالك. لا خالص مروان احيانا بيقول لك لا لا خالص خالص اطلع. انا مؤمن جدا بالتركيز في الحاجه بتاعتي. انا مؤمن ان الواحد لازم يركز. التخصص في الحاجه بيخلي الواحد قادر يعملها صح. في ممثلين كتير كويس مش محتاجين حد زيادة خالص.